تتباعث أوراق التعامل الإسرائيلي الإسرائيلي بين أعضاء الحكومة، وتتوالى الانتقادات بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي يجددها زعيم المعارضة يائير لبيد. مستجدات الخلاف يدخل على خطها وزير الأمن القومي تمار بن كفير الذي يرى بأن مجلس الحرب غير مفوض لخفض العمليات في قطاع غزة، ويجتمع المجلس من أجل لملمة أوراقه قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والذي سيطلب من نتنياهو الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب وفق الإعلام الإسرائيلي. من الناصرة أرحب بأستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب. دكتور أهلا بك بداية، يعني تتعمق على ما يبدو الخلافات في إسرائيل، إلى أي مستوى اليوم تصل هذه الخلافات؟ تحياتي لك يا طارق بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين. الحقيقة أنه منذ عدة أيام الكباش في داخل إسرائيل وصل إلى أوج جديد، وباعتقادي أن التصدع ليس فقط هو بين السياسي والعسكري، وليس فقط بين السياسي والسياسي والعسكري والعسكري وجميعهم أيضا مقابل المجتمع الإسرائيلي، وإنما وصل إلى أيضا الكباش المؤسساتي، التصدع المؤسساتي، سواء بتدخل محكمة العدل العليا، وسواء في بعض الأمور القانونية والتشريعية والتنفيذية. التصدع وصل جميع أركان الدولة بما في ذلك بداخل الجيش بشكل كبير، فلذلك هذا الأمر أصبح معطى. وأود أن أشير أن يعني هذا يعني بلينكين بزيارته هذه، صحيح أنه سيبحث 12 نقطة مختلفة مع القيادة الإسرائيلية وممكن تعدادها، بما في ذلك جدولة الحرب وبما في ذلك اليوم الثاني بعد الحرب، ولكن الحقيقة والموضوع المركزي الذي عليه أن يعمل عليه وسيعمل عليه بلينكين هو كيف يمكن تفكيك التناقضات في داخل المجتمع الإسرائيلي وبداخل الائتلاف الحكومي وبداخل كابينات الحرب بما يتعلق في القضايا المصيرية، سواء بالحرب وسواء باليوم بعد الحرب. لا يوجد أي نقطة واحدة متفق عليها، سواء بقضية سير المعارك العسكرية بغزة وفي الشمال، وأيضا ليوم ما بعد الحرب متفق عليها داخل الكابينيت الإسرائيلي. هناك على الأقل ثلاث وجهات نظر بهذا الموضوع، هي متناقضة، متصارعة، غير متوافقة، لا يمكن أن تتفق الواحدة مع الأخرى. فلذلك رأينا تصريح بايدن قبل أقل من ساعة يقول أن يعني على أتفهم بما معناه أن بايدن يتفهم المطالبات بوقف إطلاق النار والذهاب إلى يعني لتسريح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وهذه لأول مرة بايدن يصرح تصريحا من هذا النوع. تصريحا آخر لافت لبلينكين عندما خرج من العلا في السعودية قبل أقل من ساعة، قائلا أنه لابد من أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، وأن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة جغرافية واحدة عليها أن تقاد من قبل الفلسطينيين. أنا لا أعرف كيف بلينكين سيطرح هذه الأمور عندما يصل إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، كيف سيطرح ذلك أمام الكابينيت الحربي أو الكابينيت الموسع في إسرائيل، ولكن ينتظر بلينكين موضوع مركزي غير مسبوق في الجولات السابقة، وهو كيف يمكن تفكيك الوضع الداخلي في إسرائيل، وأن على نتنياهو بما معناه أن يختار ما بين سموتريتش وبن غفير من ناحية، أو مع من يتماهى مع الموقف الأمريكي أكثر وأكثر. طيب هل يعني ذلك إذا ما تعمق هذا الخلاف
وذكرت بأن سيتعين على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التعامل مع قضايا غاية في التعقيد تخص الداخل الإسرائيلي إن لم يجري التوافق على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بمسار الحرب أو في اليوم التالي من هذا العدوان. تعتقد دكتور سهيل أن ائتلاف الطوارئ لن يدوم طويلا في وضعه الحالي؟ أمس كان هناك اجتماع للكابينت ووزراء غانتس الثلاثة لم يحضروا هذا الاجتماع. هذا ليس يعني أمرا يعني عاديا، إنما مؤشر إلى أن غانتس ينتظر ماذا سيجري في لقاء بلينكين مع القيادة الإسرائيلية، وعليه سيقرر. عندما يصل غانتس إلى الاستنتاج، وبرأيي هو قريب جدا أن ينزع الغطاء عن كابينت الحرب لنتنياهو، عندها نستطيع القول أن الولايات المتحدة استعملت وسائلا أكثر جدية للضغط على إسرائيل من أجل أن تقوم بما عليها أن تقوم به تماهيا مع الموقف الأمريكي. وهذا الأمر سنراه في الأيام أو اليومين الثلاثة القريبة، وخاصة بعد هذه الاجتماعات. برأيي أن ما هو متوقع هو أن يكون أمرا من هذا النوع. فلذلك رأينا التصريحات الإسرائيلية الاستباقية لزيارة بلينكين. من ناحية يعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش أنه بدأ التموضع الجديد في داخل قطاع غزة والانتقال في بعض المناطق إلى من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، وبدأ الحديث على أيضا أن الكابينت سيجتمع استباقيا قبل وصول بلينكين ببحث اليوم الثاني بعد الحرب. كل هذه التصريحات لا يوجد لها مضمون عملي حقيقي، هي أكثر ما يقال عنها هي من أجل استقبال بلينكين بما معناه بأمور يريد أن يسمعها بلينكين أو الإعلام يريد أن يسمعها، ولكن ينتظر بلينكين لقاءات قاسية جدا مع القيادة الإسرائيلية في المواضيع المختلف عليها، وخاصة الخلافات الداخلية في هذه الحكومة. طيب، في ظل هذه الخلافات، المجتمع الإسرائيلي جزء من هذا المجتمع يطالب الحكومة بعودة الأسرى والمحتجزين ويعارض استمرار هذا القتال. الجزء الآخر كيف ينظر كذلك إلى هذه الخلافات وهذه الدولة تخوض عدوانا على قطاع غزة؟ هل من يطرح ربما الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو يفضل الذهاب في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب إلى انتخابات مبكرة بدلا من مشهد الانقسام الذي يتعمق يوما بعد يوم؟ هنالك رأي عام إسرائيلي متكامل على أن يعني يجب إبرام اتفاقية تبادل أسرى بوسائل دبلوماسية وبدفع ثمن غالي بما في ذلك إمكانية وقف الحرب، وحتى إمكانية وقف الحرب نهائيا، وأيضا بإقالة نتنياهو مباشرة. هذه على هذا الأمر هناك شبه إجماع. أمس كان هناك استطلاع بالقناة 11 في إسرائيل، وذكرت أن هناك 64% من المواطنين في إسرائيل لا يرون أن نتنياهو فشل في إدارة هذه الحرب، مقابل أن 67% يعطون قيادة الجيش من جالانت وأيضا قائد الجيش هيرتسي هليفي بأنهم يثقون بالجيش بشكل كبير. وحظوظ نتنياهو في مقابل غانتس هبطت إلى 25% نتنياهو و 46% غانتس، ولكن هناك شبه وضوح أن نتنياهو أسهمه تتحطم بكل الاستطلاعات بأي نتيجة كانت لهذه الحرب وبأي نتيجة كانت لما سيجري خلالها. فلذلك ولكن هذا لا يعني أن المجتمع الإسرائيلي ذاهب إلى الأحسن
برأيي أن هنالك علامات بهذا الاستطلاع تقول أن اليمين الناعم واليمين المتطرف سيتقوى كثيرا في أي انتخابات قادمة. قيادات الجيش ستكون القوة الأساسية في النخب السياسية في إسرائيل. أن أشخاص مثل يوسي كوهن رئيس الموساد السابق وبنت سيعود إلى الساحة، ويائير جولان سيجدد ترتيبات جديدة وهم من قيادات الجيش الكبيرة. الهياكل السياسية الحزبية القائمة ستتحطم بعد 7 أكتوبر، وبدأت تتشكل هياكل حزبية وسياسية جديدة بأساسها الجانب العسكري هو المسيطر على هذا الأمر. أنا أشكرك من الناصر أستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب، شكرا جزيلا لك.